حذيفة، أنا بدي أحكي معك هيك، أنقلك لأمريكا وصار في تجارب كتير وتحديات كتير معكم تحديدا في الولايات المتحدة ما يتعلق بالسيارة وبعض القطع. يعني احكي لنا عنها بشكل باختصار، يعني هالسفرة عززت عندكم قيمة للأسف احنا بنفتقدها في كثير من الأحيان في كثير من المؤسسات، اللي هي قيمة المنافسة الشريفة والمساعدة على قمة التسع للجميع. يمكن شوي مفروض صراحة أنا يعني عايز الفرصة الفكرة انه الفرصة تكونين بين 57 جامعة من اكبر جامعات العالم، هذا اشي مو قليل. يعني استفادينا كثير من هاي التجربة، انه يعني شفنا التيمز كيف يشتغلوا الباقيين، شفنا المانجمنت انهم كيف يكون، علمنا كثير من عدة استفادينا. اكثر اشي صراحة تعلمناه انه روح المنافسة الشريفة. يعني مثلا احتاجينا قطعة اثناء ما كنا نشتغل عن المشروع وقبل المنافسة بساعات، فخلال دقائق اجى تيم اعطانا هاي القطعة، فاستغربنا فسألناهم ليش ساعدونا، فحكوا انه يعني اذا ما ساعدكم واذا ما نزلتوا عن تنافستوا معانا فاذا شغلنا كله ما له معنى، طبعا فلازم ننزل مع بعض نتنافس. فصراحة هذا الشيء تعلمت من عنده كثير. يعني قبل هيك كان انت عندك روح المنافسة الشريفة؟ يعني هل احنا مثلا ما بعرف يعني عندنا ثقافة صراحة الصراحة يعني قبل ما انه اطلع على امريكا لما اشتغل في شيء او يكون هذا شيء احب احتفظ به نفسي، ما احب صراحة يعني ما احب انه اقدر فرحتك، ما احب يعني انه اعطيه لاحد بكل بساطة. يعني نفس شيء كان طلب من عندي ثاني اشياء كثيرة انه مو بسهولة، أحس إنه هذا إشي يخصني. بس بعد ما سافرت أمريكا شفت التيمز كيف يشتغلوا، إنه لازم واحد يساعد الآخر، غيرت نظرتي كليا. يعني هسه أتمنى يعني يكون في أحد بالجامعة الطلاب أو التيمز أقدر أساعدهم. يعني صارت عندي روح المنافسة والمساعدة تغيرت كثير. يعني فالحمد لله تعلمت إنه روح الإصرار والمنافسة. يعني قبل المسابقة بساعات الكنترولر عندنا احترقت، فصارت انه صراحه حسيت يوميتها بالياس انه خلص يعني خسرنا. بس يوميتها الدكتور نذير الحمد لله انه بافكاره اقترح انه ننقل الانتليجنس كله من الكنترولر على اللابتوب، وخلال ساعات حولناه كله واشتغلنا واحنا نازلين على المسابقه واحنا نبرمج بالكمبيوتر حتى. احنا هاي المهارات اللي دائما نحكي عنها لما يكون في مشاريع تطبيقيه بعيده عن التنظير، يعني صار في مشكله والمشاكل موجوده في حياتنا كلها تقريبا، لكن كيف الواحد يطلع منها، كيف يلاقي حلول، كيف ما ييأس. اكيد علمت انه الاصرار وعدم الياس كثير اضافت لي السفر لامريكا والمسابقه، حسيت نفسي كبرت كثير من ناحيه المعرفه. يعني ما شاء الله. انا حابه اذا زميلنا بس سالم برجع بيعرض السياره بركن بتشرحوا لنا عن اهم القطع الموجوده، لاني كثير اعرف اذا في قطع للسيفتي، يعني مثلا فضلت انه يعني عشان ما يصير حوادث مثلا معينه، وكيف كمان بتمشي. ما بعرف اذا سالم يمكن نحط التقرير كمان مره فورا ان شاء الله. هي الفيكل احنا عم نتفرج عليها هلا، فبس اذا بتشرح لنا عنها اكثر. الفيك الماشي طبعا اهم شيء كان لنا الميكانيكال سكيلتون، اللي هي القاعده الميكانيكيه اللي بنينا عليها. بعديها بتقدر تبلش بالسنسورز، المجسات والحساسات اللي بتستخدمينها. في عندنا كاميرا على السياره شايفينها فوق، في شيء اسمه ليزر رينج فايندر، هذا بقيس المسافات لعند اقرب عائق وكذا، بعطيني معلومات كافيه. في يعني اللابتوب واللي يعتبر كنترولر، بس ديفلوبمنت بورد هذا الكنترولر الرئيسي تبعنا، كل المعلومات تيجي عليه. بس بالنسبه تقريبا يعني كيف تمشي بالنهايه؟ هي بتمشي السكيلتون عندنا الميكانيكال في لها اربع عجل، العجلتين اللي ورا هذول بسموه شيء اسمه ديفرنشال درايف، يعني انا بقدر اتحكم باتجاه مسير السياره من خلال الفرق بالدوران العجل يمين على الشمال. نعم. اذا كانوا عجلتين زي بعض نفس السرعه بتمشي دايركتوري.
فاحنا هذا اللي كنا بنتحكم فيه بالنهايه هذا الاكتويتر تبع الاكتويتر. طب مثلا بصير تعملوا شحن لشيء معين كل مره علشان البطاريه بالضبط البطاريه ريتشارجبل باتريز طبعا احنا مبدئيا بنشحنهم عن طريق كهرباء عاديه ليتر اون يعني الفيس 2 حابين نضيف عليه سولار بانل اللي هي الواح الشمسيه. هذا المنظر ما شفناه الا يمكن العاب الاولاد الصغار بتكون في سياره صغيره وريموت كنترول بتمشي لحالها مش هيك؟ في نقطه مهمه اللي هي الجي بي اس يعني ما اتوقع حدا في الاردن يعني بنى شغله بتمشي على الجي بي اس احنا هاي ضبطت معنا الجي بي اس ريسيفر بيحكي لك احداثياتنا احنا وين بدنا نروح فعلى الجدار الديكارتي نعم بصير عندنا متجه فمن من تاريخ الحركه بيعرف انا رايح مثلا غلط فلازم اروح يمين فهي طبقناها ويعني هاي كانت جزء من التاهل بالنسبه للسيفتي كان في وايرلس ريموت مدى بعيد مطلوب يعني بحيث انه لو خربط الروبوت يكبسوا عليه يطفوا. ما بعرف هيك اخر مسجز او رسائل من الشباب طارق ليه اخترتوا هالمشروع؟ يعني هذا في مشاريع تخرج وبرضه لها قيمه عاليه لكن كان مش بحاجه لهالجهد الكبير لهالعمل الاضافي. شو اللي حمسك تختار مثل هيك مشروع بحاجه لوقت وجهد و يعني انه هيك يعني تعلن حاله الطوارئ لمده اشهر؟ والله مضبوط حاله الطوارئ اعلنت من شهر 11 يمكن واحنا شغالين على مشروع ما بننام يعني اخر فتره. شو الموتيف الموجود عندك؟ الموتيفيشن موجود التميز يعني احنا ممكن مثلا زي ما انت تفضلتي مشروع شهر شهرين نخلصه ونتخرج. زي ما الناس بتحكي بس التميز دائما حلو دائما حلو الواحد يكون بتميز عن التانيين باشياء جديده وافكار حلوه وغريبه بنفس الوقت بتفيد بلده وبتمثل بلده برا يعني ممكن كنا برضه نعملها ونضلنا بالاردن اوكي بنتعب بس بنخلي الشغل بالاردن ممكن كان عندنا اوبشن ثاني اللي هو نطلع ونسافر ونمثل بلدنا ونورجي العالم انه الاردن وطلاب الاردن والعرب بشكل عام والشرق الاوسط بيطلع منا يعني مش قادرين بس بدنا شوية تحفيز وشوية إرادة وإصرار. حذيفة يعني هذا التميز أو الواحد إنه يطلع عن يعني يطلع شوي يعني من الكومفورت زون أو الدائرة المريحة اللي عنده يعني برأيك كيف بينزرع؟ هل هي مثلا خلاص هيك من ربنا بيجي هالبذرة ولا البيت الجامعة قديش ساعدت؟ اسمحوا لي أحكي إنه حذيفة متطوع متحمس أنا بسميه لأنه هو هاي مش إله graduation project هو شغال عليها لغرض مش الشغل مش مشروع تخرج مشروع لهدول انحسب نعم بس لحذيفة لا هي الفكرة بالبداية إنه الشباب حكوا لي إنه في هيك مشروع الصراحة الفكرة عجبتني إنه يعني واحد إنه صح يدرس جامعتنا أعتبرها جامعة ممتازة صح واحد يدرس بس لازم واحد يطبق يعني انه يدرس لمده 4 سنين او 5 لازم في شيء يشوف الاهله انه تعبت عليه وهذا النتيجه انه هذا بعدين بالنهايه بده يروح لسوق العمل يعني اذا ضلينا احنا في اطار التمطير والمحاضرات ما راح يستفيد اكيد فكان هاي تجربه يعني بالاول صعبه صراحه يعني صعبه انه فكره مشروع ضخم مثل هذا واحنا نفساتنا طلاب يعني هذا الشغل نشتغل عليه ناس بروفيشنال بس الحمد لله يعني يعني نعم يمكن ضل معنا اقل من دقيقه فما بعرف اذا حدا عنده انا بالنسبه كمان موتيفيشن اضافه للي حكاه طارق الدعم اللي تلقيناه بصراحه من الكاف دي صندوق الملك عبد الله للتنميه والكينج عبد الله ديزاين ديفلوبمنت بيرو اللي هي مركز الملك عبد الله للتصميم والتطوير بصراحه احنا شفنا انا والدكتور نذير طلعنا شفنا عند كانوا شغالين على مشاريع مشابهه وبالنسبه تلقينا دعم كويس فصرنا نحكي ليش يعني احنا عم نلاقي دعم هينا عم بنسافر ليش ما نحاول نسوي احسن ما عندنا ونمثل الاردن يعني في جهات عم الحمد لله عم تتبنى الطاقات والقدرات عم تبنى يعني من قبل الجهات انا بس بحب اشكر بسرعه جامعتنا اللي كمان ما قصرت سواء تذاكر سواء اقامه بالتأكيد يعني بدها تميز فلازم ايضا تستثمر في العقول. احب اشكر دافي سكولرشيبز ومؤسسه الحسين للابداع التربوي بالاخص مركز اليوبيل أكيد بالاخص مسروبه اكيد في كثير من الجهات اللي دعمتكم ان شاء الله انه تستمروا في المشاركه في مثل هاي المسابقه وهي الجائزه كل التوفيق لكم اهلا وسهلا فيكم في برنامج يوم جديد ومشاهدينا بعد هالفاصل رح نفتح واياكم ملفنا الطبي خليكم معنا
Thank you.